اليوم كانت هناك محطة جديدة من المحطات النضالية التي خاضتها الهيئة الوطنية احتجاجا على تنصل وزارة العدل من مسؤوليتها في إخراج مشروع القانون المهني منسجما مع ما تم التوافق عليه في الحوار الذي أثبتته المحاضر الموقعة بين الوزارة الوصية وبين الهيئة الوطنية. اليوم كانت محطة فاصلة حج عدول الملكة إلى الرباط من أجل إسماع صوتهم بأنهم لا يريدون أكثر من إظهار الوزارة الوصية للإرادة السياسية الحقيقية في تعديل القانون بما يتوافق أولا مع المبادئ الدستورية، بما يتوافق مع متطلبات العدالة التشريعية، بما يتوافق مع المصلحة الوطنية باعتبار أن التوثيق العدلي هو جزء من المرفق عمومي يؤدي خدمته التوثيقية لفائدة المواطنين المغاربة. ومن هذا المنطلق بحكم أن الحكومة بوزارتها المتعددة ومنها الوزارة الوصية على القطر التي هي وزارة العدل مسؤولة قانونا، مسؤولة من منطلق الحس الوطني، مسؤولة أيضا في إطار مسؤوليتها الإدارية البنيوية بتحقيق المساواة بين المواطنين المغاربة في الخدمات التوثيقية، سواء توجهوا إلى السادة العدول أو توجهوا إلى غيرهم من المهنيين الذين كلفهم القانون بتحرير العقود قانونا. المصلحة الوطنية أيضا، المبادئ الدستورية، العدالة الشرعية، كلها تؤدي إلى مؤذن واحد، أن من التوثيق العدلي يجب تعامل النظرة إليها بالنسبة للوزارة الوصية والتعامل معها باعتبارها مرفقا عموميا، وأن المواطنين المغاربة هم المعنيون بها. ولذلك المساواة بين المواطنين المغاربة في الخدمات، في مستوى الخدمات، يجب أن يكون واحدا. لا يجب التمييز بين المواطنين المغاربة إذا اختاروا بين أن يتوجهوا إلى موثق عدلي أو أن يذهبوا إلى موثق الاتجاه الآخر، أو في إطار المحررة التابعة للتاريخ التي أسند القانون للمحامين القيام بها. في كل ذلك يبقى المواطن هو المستهدف، ومن حق المواطن أن يحظى بنفس الخدمات، أن يحظى بنفس الحقوق، أن يحظى بنفس الالتزامات، وفي إطار دولة الحق والقانون. نحن نرفض الميز التشريعي، نرفض تفضيل أي مهنة على مهنة أخرى إذا كانت تزاول نفس الخدمة التي هي في هذه الحالة التوثيق، سواء كانوا عدولا أو غيره. نحن لا نطالب أكثر من هذه أكثر من تحقيق العدالة، لا نطالب أكثر من تطوير المرفق العمومي بما يعطي السيدات والسلام القدرة على تحقيق متطلبات الأمن التعاقدي وتقديم خدمات توثيقية في مستوى متطلبات المصالح التوثيقية للمواطنين المغاربة. اليوم كانت هناك وقفة في إطار يومين من الإضرام، ثم يوم الأحد الجمعية العامة ستلتئم في جمعها العام الاستثنائي لتحدد المسارات الكبرى والتوجهات الكبرى بخصوص مشروع القانون، ثم أيضا رسم المحطة النضالية في المستقبل القريب إن شاء الله.